معاكم عزوز من فيديو جديد في يوم السبت 23 ذي الحجة. رسالة إلى كل المشتركين لعدم التقدير وعدم التفاعل واللايكات وكل فيديو النهاردة بنزله على اليوتيوب ما بتفعلوش. حتى الأخ الله يكرمه اللي اسمه أستاذ رامي الراجل يعني عمل معاه الواجب بما في الكفاية قال لي مش هطلع معاك أعمل معاك لقاء تاني فيديوهات تاني. الراجل ما كانش بيأثر معايا عمل معايا حوالي 20 فيديو ولا اكتر كمان ما بقاش يطلع معايا في كل فيديو. ليه؟ فعلا المشتركين ما بيدفعلوش عشان انا مش هظلم حد. المشتركين ما بيدفعلوش كل فيديو مهم انزل عن حاجات مهمه عن التغذيه عن حاجات بتفيد الناس بتفيد العالم. حرام عليكم لما انتوا توصلوا لكده لما كل حاجه مفيده او حاجات نصايح ما تدفعلوش. اللايكات صفر، التعليقات صفر. اتفعلوا يا راجل اتفعلوا بس علقوا بس تعليقات حلوه. اما توصلوا لمرحله انكم ما تدفعلوش وتجري تقول لي ظروف، ظروف مين؟ النهارده مفيش حد النهارده مش هيقعد على النت. قسما بالله مفيش حد النهارده مش هيقعد على النت، كله بيقعد على النت. حتى اللي شغالين كله. انا النهارده بنزل حاجه بتفيدك، تفيد الناس. بنعمل فيديو حوالي دقايق، 3 دقايق، 5 دقايق، 10 دقايق، المفروض تتفاعلوا. كده مش كويس يا جماعه. انا بقول لكم لو انتم بتحبوني انا شخصيا وبتحب قناتي اتفاعلوا، اعملوا سير، لايكات، واشتراكات ودعم. مش الاشتراك وثمن بوكمن. ليه الاشتراك في الخباثه؟ يعني ما اللي يشترك قافل بقه ما يتفاعلش. ليه يا عم؟ هو انا جرحتك ولا جرحت قلبك ولا كسرت؟ بكسر لكم قلوبكم. اتفعلوا بس اقسم بالله انا كعزوز لما بشوف تعليقات حلوه بنبسط وافرح. اما انكم ما تتفعلوش خالص، مشتركين بقى لهم شهر شهرين سنه ثلاثين سنه سنتين ثلاثه ما لهمش لا حس ولا صوت، وتيجي تقول لي استمر؟ التفاعل نايم ورايح في داهيه، استمر على اي اساس؟ خفت عنده كده في الفيديوهات؟ شوف كم من الفيديوهات نزلت حاجات بتفيد الناس. هتلاحظوا ان التعليقات قليله جدا واللايكات واصله يمكن واحد بس ولا اثنين. حرام عليكم تقول لا في الواحد شويه، تقول لا في الواحد. كل واحد بس عايز مصلحته ويطير. وفي 3 مشتركين اشتركوا عندي في القناه النهارده وطاروا، عايز اقول لكم بألف داهيه. اهم حاجه تقدر الواحد وتحترم الواحد. عشان كده مش كويس، خلينا في المهم، هتكلم النهارده عن الاكتئاب. يجي لك اكتئاب بسبب شخص ما سبحش عليك ولا قدرك ولا قال لك ازيك ولا عايز يستمر معاك. يعني مع احترامي كلمه، مع احترامي كلمه، يولع بجاز يا راجل يولع. اهم حاجه صحتك النفسيه تحافظ عليها. صحتك النفسيه اللي هي الدماغ، الصحه النفسيه بتاعتك، نفسيتك، دماغك، قلبك، صحتك النفسية حافظ عليها. ما تخليش حد يعكر لك مزاجك او يكرهك في عشتك. يجيلك اكتئاب، يجيلك ضغط وسكر بسبب شخص مش عايز يستمر معاك او مش عايز يسأل عليك او يسبح عليك، يولع بجاز، يتحرق بجاز. انا في اشخاص اعرفهم من الصحاب بقى لهم 5 سنين 10 سنين ولا سبحوا عليا ولا قالوا لي ازيك يا عزوز ولا سأل عليا ولا اي حاجة. كل النهاردة بتاع مصر، كل النهارده بتاع مصلحته، قسما بالله كل النهارده بتاع مصلحته. النهارده القلوب والنفوس اتغيرت، ما بقتش حلوه زي زمان. القلوب والنفوس بقت حجر، لا عايزين يعيشوا مع بعض لا على الحلوه ولا على المره. كل النهارده عايز يبقى ايه؟ يعيش مع نفسه. وانا الحمد لله بفضل ربنا انا اهو اللي ما بيتقالش عليا طز فيه. عيش حياتك يا راجل مع نفسك ويعني مع احترامي وخربها. عيش حياتك مع نفسك، روح كافيهات، مارس رياضه مع نفسك. طب انا هو مفيش حد بيسال عليا اهو، لا من صحاب ولا من حاجه، رغم انهم عارفيني. كبر دماغك وعيش اللحظه. يجي لك اكتئاب، بيجي لك ضغط سكر، يجي لك مشكله في قلبك بسبب شخص كنت بتحبه وما سالش عليك. اللي ما سالش عليك طز فيه، تطب برجلك على طول. اهم حاجه صحتك النفسيه. حافظ على صحتك النفسيه.
ما تدمرت صحتك النفسيه، اكتئاب وهموم واحزان، كل دول خطر على صحتك النفسيه. خلي صحتك النفسيه حلوه وخلي نفسيتك حلوه. روح لك كافيه كده زي ما انا قاعد في كافيه، مارس رياضه، روح البحر، روح مثلا صيف كده. يجيلك اكتئاب، يجيلك امراض الدنيا كلها بسبب شخص عشان بتحبه وما سالش عليك ولا صبح عليك ولا قال لك ازيك. يولع بجد. ما انا في ناس كتير ناسوني خلاص، اسيتهم برجلي. اللي احنا كفايه ان واحد بيتعامل مع الاشخاص بحسن نيه وبنحاول احنا نستمر معاهم، هم مش عايزين يستمروا معانا فترضوا فيهم. اللي مش عايز يعيش معاك على الحلوه وعلى المره بألف سلامه، ولا تنسوا الاشتراك واللايكات، وشكرا لكم.